الدكتور احمد حلمي رئيس برنامج البقوليات بالبرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر، اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم، شرفتونا ونورتونا. احنا دلوقتي في موقع انتاج تقاوي الخضر، عرفنا احنا هنا بقى فين حضرتك. احنا دلوقتي في صوبة فاصوليا، دي برنامج تربيه. البرنامج البقوليات بيشمل ثلاث محاصيل في الخضر، وهي الفاصوليا والبسلة واللوبيا. الثلاث محاصيل دولت بنشتغل فيهم في البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر. فالبرنامج كل محصول ليه مرحلتين، في شغال في مرحلتين، مرحلة تسجيل أصناف، فيه سجلنا أصناف، ومرحلة اللي هي التربية على المدى الطويل اللي احنا واقفين فيها دلوقتي. احنا دي بنختار أصناف خضرة وأصناف جافة وأصناف مدادة، نبدأ نهجن بينها عشان بعد كده سلالات جديدة نسجلها كأصناف جديدة تدخل الزراعة المصرية. نفس الكلام ده بيتكرر في الفاصوليا، في البسلة عندنا أصناف برضو مبكرة، سجلنا صنفين وعاملين برنامج دلوقتي مزروع في القناطر ومزروع في سوهاج، واخد بال حضرتك، وفي جزء برضه مزروع في بني سويف. اللوبيا نفس النظام، احنا سجلنا صنف في سخا واحد، ده لوبيا مبكره وكويسه، وفي برنامج تربيه شغال في صدى تسجيل اصناف جديده. والبرنامج طبعا احنا عندنا الفاصوليا بتزرع في معادين، المعاد اللي هو النيلي دلوقتي اللي هو مزروع في شهر نيلي في شهر 9، دي عشان في الفاصوليا، عشان احنا زرعنا في الصوب، الفاصوليا ما بتزرعش في الصوب، بس احنا بنزرعها عشان بغض التهجين ونربيها. مفيش غير الفاصوليا المداده حضرتك دي موجوده ورانا اهي، دي فاصوليا مداده بتزرع في الصوب، بتزرع في شهر مثلا اكتوبر وتدي محصول لحد 7 شهور. تمام، عندنا اصناف دلوقتي كتقاوي في السوق. الحمد لله احنا سجلنا صنف جديد سنه 21، قرار وزاري 447 سنه 21، دي فاصوليا خضراء اسمها دقي 17، ودي فاصوليا مميزه، القرن طويل ولونه اخضر، محصولها عالي ويعني محببه للمستهلك. دي صنف وموجوده منها تقاوي ان شاء الله، موجوده تقاوي متاعه تقاوي اساس موجوده في معهد بسلين، احنا زارعين فدانين تقاوي اساس موجودين دلوقتي خلاص، يعني حوالي بعد 10 ايام 15 يوم بالكثير هنبدا الحصاد بتاعتها، تبقى التقاوي متاحه للشركات عشان تنتج منها تقاوي معتمده. بالنسبه للاسعار التقاوي في السوق، البرنامج احنا دايما في البرنامج او البرنامج الوطني من اهدافه انه يخفض التقاوي، فاحنا بندي تقاوي اقل يعني اكثر جوده واقل سعرا للمزارع. فاحنا لما تيجي مثلا زي الصنف الفاصوليا او في عندنا بعض المحاصيل الثانيه في لجنه تسعير بندرس السوق وندي سعر اقل عن السوق، وطبعا بالاشتراك مع الاداره المركزيه لانتاج التقاوي، هي بتقوم بالتسويق لينا كجهه حكوميه ومشاركه لينا في البرنامج. دكتور عبير عبد القادر مسؤول الفلفل بالبرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر، اهلا بك. اهلا بحضرتك يا فندم. احنا هنا في صوبه لتقاوي انتاج الفلفل، عرفينا بقى احنا بيتم التعامل ازاي مع هي دي هنا صوبه. الاول احنا بنثبت الاباء عشان نبدا بعد كده ناخد البذره اللي طالعه منها نبدا نزرعها تاني، بحيث ان هي لما تثبت خالص نبدا بعد كده مرحله التهجينات. واحنا بنحتاج الاباء هنا بنعمل لها عمليه سيلفنج او ذاتي، بخلي الثمره بغطي الثمار بحيث ان الثمار تبقى ذاتيه، وبعد كده لما الثمره بتحمر ببدا اخد البذره اللي فيها وابدا ازرعها لحد لما تبقى الاباء كلها متجانسه، ابدا بعد كده عمليه التهجينات. احنا عندنا اصناف هنا يا دكتوره؟ عندنا اصناف كتير، عندنا اصناف اللي هي الاولنجيت وعندنا الاصناف البلوكي، وعندنا طبعا الالوان الفاتحه والالوان الغامقه. كل ما بيزداد السورس بتاعي وشكل النباتات عندي او شكل الثمار عندي في كل مجموعه بيبقى مختلف، كل ما بتبقى حاجه مبشره ان انا ممكن انتج هون مختلفه كتير. انتاج الصوب بالمده الزمنيه بتاعتها قد ايه؟ لا ده البرنامج بياخد وقت طويل، انا عشان اصلا انقي الاباء ممكن تاخد لها مثلا 6 مواسم عشان عمليه التنقيه، وبعد كده عمليه انتاج الهجين، وبعد كده بنزله مع الكنترول الهجين البست اللي فيهم ينزل مع الكنترول يتقيم عشان نشوف يعني هي مدى انتاجيتها مع اللي موجود في السوق ايه، وابدا ارشح فيهم الاب يعني الهجين اعلى هجين فيهم، هو ده اللي ينزل بقى مع تاني مع الكنترول تاني ويبدا بعد كده عمليه التسجيل بتاعها. تمام، في فريق عمل مع حضرتك بيشغل هنا في الصوبه؟ البنات اللي كانت موجوده معايا هي دي الفريق العمل بتاعي. هنا نفس التهجين هنا في الفلفل نفس التهجين اللي في الطماط ولا بيختلف؟ لا هو هي الاثنين عائله باذنجانيه، بس الطماطم انا ممكن بغطي الثمره او ما اغطيهاش، الطماطم بتديني زيتي، انا هنا الفلفل لازم اغطيه لان الفلفل فيه نسبه خلطي اكتر من الطماطم.
عرفينا باسمك. اسمي ميرفت. انت بتعملي هنا يا ميرفت؟ هنا انا شغاله هنا في المزرعه، هنا بشتغل في الطماطم، بجيب زهور من الاب وبطلع حبوب اللقاح بتاعتها اللي هي ديت اها، وباجي بنضف الزهره اللي زي دي كده وبغسيها بالبودره دي كده كده بس. شغلكم هنا من الساعه كام؟ بنبدا من الساعه 8 للساعه 1. بنبدا كل واحده ليها صوبه، كل واحده لها صوبه معينه، بتيجي الصبح بتطلع حبوب اللقاح بتاعتها وبتبدا تشتغل، بتفضل شغاله لغايه الساعه 1 بالظبط. الساعه 1 بنطلع من قلب الصوبه، وكل واحده عارفه صوبتها وعارفه شغلها. انتوا اتعلمتوا ازاي التهجين من هنا؟ من الدكاتره. احنا في الاول كانت من الدكاتره، وكانت في ناس اقدم مننا، بنات اقدم مننا هي اللي علمتنا. يعني في بنات اقدم مننا، في بنات هنا بقى لها 20 سنه، وفي بقى له 15 سنه، فالناس دي كلنا علمنا بعضنا ببعضنا كده. تمام. الصوبه هنا بقى بتاخد قد ايه مثلا المده الزمنيه بتاعتها عشان تطلع ثمره؟ بتقعد قد ايه؟ يعني بالنسبه لعمليه التلقيح وتعد بتاخد اسبوع. هي بتبان بدايتها من اول، يعني انا النهارده لقحتها 4 ايام بالظبط، وتبدا تظهر انها تبقلل كده زي كده مثلا، حاجه زي كده، زي زي دي كده، يعني دي بدات تبقلل كده. دي بقى لها 3 ايام، اللي زي دي كده بقى لها 3 ايام. انت بتشتغلي هنا زينب؟ بشتغل برضك دكتور، يعني اجيب حبوب لقاح اطلعها وابدا انا انضف واعوز بودره اهجم بيها. تمام. انت كل واحده مسؤول عن صوبه؟ ايوه، كل واحده ماسكه صوبه هنا. انت مسؤول عن صوبه ايه بقى؟ اتش 14 برضو.